يقول بعضهم كان المشركون الأولون يؤمنون بوجود الله إيمانا جازما. بوجود الله كذا هالعبارة، يؤمنون بالله، لا تقول بوجود الله، يؤمنون بالله. نعم. يقول ويوحدونه في الربوبية توحيدا كاملا لا تشوبه شائبة. كيف؟ يقول ويوحدونه، يقول كان المشركون الأولون يؤمنون بوجود الله إيمانا جازما. يؤمنون بالله، لا تقول بوجود الله، يؤمنون بالله، يؤمنون بالله، لأن هذا الكون له خالق وله رب وله، لكنهم أشركوا معه في العبادة بحجة أن هؤلاء يقربونهم من الله ويشفعون لهم عند الله، ما يعتقدون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وإنما عبدوهم لأنهم بزعمهم يشفعون لهم عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كذا يقولون. عباد القبور الآن يعلمون أن الميت ما يخلق ولا يرزق ولا، لكن يقولون هم صالحون، هؤلاء ناس صالحون نريد أن يشفعوا لنا عند الله. نعم.